مالك سرحت في ايه؟ احنا مش هنرجع بيتنا بقى. معقولة؟ لحقتي تزايق مني؟ معقولة؟ معقولة ازهق من روحي؟ امال عايزة ترجعي ليه؟ يعني بيتنا وحشني قوي. طب سيبك من حكاية بيتنا دي وقولي لي تحب تسهري فين؟ لا بلاش النهاردة. معقولة؟ اصلا انا حاسة نفسي تعبانة شوية. بلاش كسر، قومي يلا. عايزة تسهري هنا؟ على شرط. ايه؟ لا دي مفاجأة. ممكن تاخد الاختار ده وتنزلي هنا؟ اختار؟ اختار ايه؟ عايزين الهانم في النيابه في مصر يوم السبت الجاي. نيابه؟ طب منى عملت ايه عشان يطلبوها في النيابه؟ انا معرفش، ممكن تستلم الاخضار بقى وتخلصيني. حاضر حاضر. اتفضل. شكرا. المفاجأة دي؟ ازيك يا روح؟ الحمد لله. انت ازيك يا عروس؟ الجواز حلو؟ بالك اعظم حاجة في الدنيا، وخصوصا لما يكونوا اتنين بيحبوا بعض. ربنا يسعدك يا منى. على فكرة ها؟ في عسكري جالك من كام يوم يا ستي وساب لك الجواب ده، بقول لك لازم تنزلي مصر ضروري وتقابلي وكيل النيابة. هو عايزك ليه يا منى؟ يمكن عشان قضية المرحوم بابا. اها تحب اجي معاكي؟ لا 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 مفيش داعي، صفت هيجي معايا. فاكرة يا حبيبتي أول مرة تقابلنا فيها؟ طبعا طول السكة وأنت بتبصلي. على فكرة أنت كنت بتبصلي قوي كده ليه؟ نعم بقى، كنت عايزاني أشوف أجمل واحدة في الدنيا كلها وما بصلهاش. بس أنت عرفتي منين كنت ببصلها؟ بصراحة وسر بينا؟ انا كمان كنت ببص لك بس من تحت لتحت. ولسه بتبص لي من تحت لتحت؟ ما خلاص بقى. انت ليه يا حبيبتي مصممه ننزل في فيلا بابا؟ ليه لا يا حبيبي؟ انت ما شفتش فيلا بابا. ايوه حبيبتي بس ننزل في اي اوتيل اريح. لا 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 عشان نبقى براحتنا. اللي تشوفيه.
الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بتبصلي كده ليه؟ ولا حاجة يا بيه، ولا حاجة يا بيه. بتبصلي تاني؟ مش فاهم. ايه يا عبد الله؟ قلقت بس عشان اشرب سيجارة. امال صاحي لغاية دلوقتي ليه؟ ابدا خلاص انا شربتها. ادخلي جوه. هات مخدتي. اتفضلي. ارجوك ما تهتنيش. انا قلت لك على مكان الفلوس. اهلا يا مدام منى. اهلا وسهلا. اتفضل. الباقي في حياتك؟ حياتك الباقي. الحقيقه انا اسف قوي اني بعت استدعيك من اسكندريه وانت في الظروف دي، بس انا كنت مضطر عشان في شويه حاجات عايز اعرفها عن المرحوم والدك. انا ما كنتش عايشه معاه، انا كنت عايشه في اسكندريه، وداني مدرسه داخليه وانا صغيره قوي، وبعد ما اتخرجت عشت في شقتي لوحدي. ما كنتيش تعرفي حاجة عن نشاط المرحوم والدك؟ لا، أنا كل اللي أعرفه عن بابي إنه كان عنده شركة مقاولات كبيرة قوي، وكان عنده شركات استيراد وتصدير وحاجات تانية. بس أنا آسف أوي إن أقولك إن تحرياتنا والتحيات اللي عملناها أثبتت إن والدك كان له أكتر من اسم. يعني بسام، أدهم الديناري، عباس العربي، مع ان اسمه الحقيقي ابو الفتوح السيد. وده معناه ايه؟ انه كان نصاب. بتقول ايه؟ نصاب؟ انا ما اسمحش على حد يقول على بابي كده. هي دي الحقيقه اللي عايزك تعرفيها، وعايزك تعرفي كمان اننا صادرنا كل املاك المرحوم والدك. تقصد ايه؟ هي شقه اسكندريه اللي انت قاعده فيها دي باسمك ولا باسم والدك؟ لا، باسمي انا. طيب انت بشكل شخصي كده ما عندكيش شك في أي حد يكون متسبب في موت والدك؟ لا. طيب عموما لو وصلت لأي معلومات حتى ولو كانت تافهة ممكن تفيدنا في الموضوع ده، أرجوك تبلغينا فورا. حاضر. أي حاجة تانية؟ متشكر، مع السلامة. من ساعة ما رجعتي من مصر وانت مش طبيعية. لا ابدا، مفيش. ما انا طبيعية اهو، مفيش حاجة. معقولة؟ مخبية عني ايه؟ تصور ان وكيل النيابة بيقول لي ان بابا كان نصاب، وان واحد اللي نصب عليه هو اللي قتله. لا، ما هم لسه بيدوروا عليه. على مين؟ ما تقلقيش يا مرة، لو الدنيا كلها وقفت ضدك انا هقف جنبك. ايوه بيه. في ايه يا موجود؟ انا عرفت القاتل. مين هو؟ الاستاذ صفوت يا بيه. صفوت مين؟ جوز الست منى بنت المرحوم. انت متاكد من الكلام ده؟ زي ما انا متاكد من سيادتك دلوقتي قدامي. طيب منى عرفت صفوت ده ازاي؟ الله اعلم يا بيه. طب وايه اللي خلاك متاكد قوي كده؟ ما انا قلت لسيادتك قبل كده يا بيه ان كان في واحد بيجي يقعد معايا ويسالني على المرحوم، وبعد كده اختفى مره واحده.
وايه علاقة ده بصفوت؟ ما هو ده الراجل يا بيه اللي اسمه صفوت. يعني قصدك ان الشخص اللي كان بيسأل على ادهم الديناري ده هو صفوت؟ هو بعينه، انا لا يمكن انسى شكله يا بيه. وايه اللي خلاك متأكد ان صفوت هو اللي قتل؟ ما يمكن اي حد تاني. لا يا بيه، اول ما شافني اتخض وتلجلك وقلق وترزل عليا يا بيه. انت قلت للست منى حاجة عن الكلام ده؟ وده معقول يا بيه؟ طب اسمع، اوعى تجيب سيرة لأي حد بالموضوع ده خالص، فاهم؟ فاهم يا بيه. روح انت دلوقتي. حاضر يا بيه. ايوه علي، اطلب لي محسن بيه. انت مين؟ طب وانت عايز مني ايه؟ عايزك انتقم. انتقم؟ انتقم من مين؟ من حبيبتي الهام منى. انت ناسي يا مين؟ ناسي انها بنت الراجل اللي ضيع مستقبلك وخرب لك بيتك وخلاك تخش السجن؟ 7 سنين، 7 سنين بنعطى كل عام وانت بتكسر حكايه، 7 سنين وانت بتهدوه يوم بعد يوم. ايوه بس انا انتقمت منه. هو هي ايه ذنبها؟ لانها بنت الراجل اللي اذاك، لازم تنتقم منها، لازم. ولما تعرف ان سيادتك اللي هتغتبوها تبقى لازم تموت، لازم تموت. لا بحبها. لا 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 عايز اقتلها. لا مساء الخير يا صفوت. مساء الخير. انا متاسف ان انا جيت لك في وقت متاخر، بس سهيل تعبانه ومحتاج منى تبقى جنبها لما اجيب الدكتور. ايوه اصل منى واخده حبايه منوم، وانا كمان واخد حبايه منوم، مش هقدر اعمل لك حاجه. ايه يا محب مالك؟ مفيش حاجه، مفيش حاجه. مع السلامه. معلش. مع السلامه. ما كانش عارفه.
كانش قصدي، ما كانش قصدي. سامية؟ أهلا يا أستاذ صفوت، منى موجودة؟ منى لا 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 مش موجودة. مالك يا أستاذ صفوت، أنت مرتبك كده ليه؟ ولا مرتبك ولا حاجة، تعتمد إيه مرتبك بالعافية؟ وبعدين أنبه عليك تقطعي علاقتك ببيه. بس ما بسش ولا حاجة، مع السلامة. هنا بقى لها فتره غايبه عن البيت، دورت عليها في كل مكان مفيش اي اثر ليها، وقابلت الاستاذ صفوت سالته عليها النهارده قال لي ما يعرفش عنها اي حاجه وتهرب مني. معقول لسه ده يا جماعه؟ معقول يا ستي. غريبه، لان حتى سال سهير عليها قالت ما تعرفش عنهم اي حاجه. فعلا انت سالت عليهم في مصر؟ ايوه طبعا سالت عليها وما اعرفش عنها اي حاجه. يا محب انا قلقان عليها جدا. محب خلاص بس اهدي، جايز تكون زعلانه مع صفوت وعند حد من قرايبها. حد من قرايبها يا صهر؟ يا ملهاش حد غيري وشقتها وانا قاعده في الشقه، يعني لو كانت زعلت كانت رجعت الشقه تاني. انا قلبي مخطوف عليها جدا يا سهير. خلاص يا سامي خلاص. محب انا هنزل اشوف صفوت عند اذنكم. ما تاخرش يا محب عشان طمنه. اهلا وسهلا، نورت اسكندريه يا فندم. متشكرين قوي قوي، الف شكر. في حاجه؟ تمام يا فندم. في واحد دور عايز يعرف السياده. مين ده؟ ده الكارت ده. صفوت اسماعيل محمد. ايه؟ خليه يدخل. دخلت. حاضر يا فندم. ما يكونش ده يا فندم صفوت جوز منى بنت ابو الفتوح؟ ده مؤكد هو. اتفضل يا استاذ صفوت. اتفضل تعالى. اهلا يا فندم. اهلا بيك. انا جاي ابلغ عن اختفاء مراتي يا فندم. دي مدام منى ابو الفتوح؟ هو حضرتك تعرفها؟ اعرفها كويس قوي. انا استدعيتها قبل كده للتحقيق في مقتل المرحوم والدها. ابوس ايديكم يا فندم. شوفوا هي راحت فين؟ انا بحبها وما اقدرش اعيش من غيرها يا بيه. اهدى يا استاذ صفوت اهدى. اهدى كده واحكي لنا ايه اللي حصل بالظبط. ابدا يا فندم، انا خرجت مشوار عادي غبت فيه كده يجي 4 ساعات، رجعت البيت ما لقيتهاش. انت ظهرت شويه قلت يمكن تيجي، قعدت استنيت لغايه لما الصبح طلع عليا يا فندم وبرده لسه ما جاتش. دورت عليها في كام حته وبعدين جيت ما لقيتهاش، قلت اجي ابلغ هنا يا فندم. دورت عليها كويس عند قرايبها اصحابها في الحتت اللي ممكن تروحها؟ دورت في كل حته يا فندم. طب اهلا. طيب يا استاذ صف اهدى واتفضل ارتاح في المكتب اللي بره، وان شاء الله احنا هنعمل كل جهدنا ومراتك ترجع. يعني حاجه لحضرتك ثانيه يا فندم؟ اتفضل استريح بره. طب بعد اذنكم يا فندم. اتفضل. ايه الحكايه بالظبط يا فندم؟ احكي لك كل حاجه دلوقتي. صباح الخير يا فندم. صباح النور، اتفضل. شكرا جدا. انا اسمي سامية خليل وجايه ابلغ عن اختفاء السيده منى ابو الفتوح. منى ابو الفتوح؟ مرات صفوت؟ ايوه فندم. وايه معلوماتك عنها؟ عن سر اختفائها يعني؟ انا ما عنديش اي معلومات عن سر اختفائها. انا ومنى متربيين مع بعض وعايشه معاها في بيت واحد، لكن من يوم ما اتجوزت وجوزها مانعني من الاتصال بيها الا في ظروف خاصه جدا. زي ايه؟ لما يكون في حاجه محتاجاها شخصيا، وعموما انا مسؤوله عن كل اعمالها. وما سالتيش صفوت ليه؟ انا فعلا رحت له البيت وسالته عنها، لكن عاملني معامله قاسيه جدا. كان عصبي ومتوتر لغايه انه طردني من البيت وقفل الباب في وشي. والمطلوب دلوقتي ايه؟ ان حضرتك تستدعي صفوت وتساله. طبعا هينكر لان ما عندناش اي ادله ضده. يبقى يا فندم مفيش غير ان احنا نراقبه لغايه ما نتاكد من صحه البلاغ. على العموم انا هقبل مراقبته لحد ما نحط ايدينا على اي ادله ضده، ومهما كان ذكاؤه برضه لازم يقع في ايدينا. اهلا. انا محسن. ازيك يا فندم؟ ازيك يا اخي. انا مخي عمال يودي ويجيب في القضيه دي. ليه يا فندم؟ تفتكر فعلا هو اللي قتلها؟ والله يا فندم مش عارف، بس ده كان بيعيط بحرقه جامده جدا. يعني مش فاهم، يعني هو اللي قتل الاب والبنت؟ بس اللي عايز اعرفه، هل صفوت كان يعرف ان منى دي ابوها ادهم الدناري قبل ما يتجوزها؟ لا طبعا. طب وليه لا؟ يا فندم هو لو كان يعرف ان ابوها ادهم الدناري ما كانش يتجوزها من الاصل. قصدك ان صفوت اتجوز منى على اساس انها منى ابو الفتوح، وبعد كده اكتشف ان ابوها ادهم الدناري اللي نصب عليه ودخل بسببه السجن، فلما عرف الحكايه دي قتلها.
هو ده اللي حصل بالظبط يا فندم. انا برضو فكرت نفس التفكير، بس اللي عايز اعرفه بقى جثه منى فين وليه صفوت يقتلها طالما هي ما تعرفش حقيقته. اكيد يا فندم هو خايف انها تعرف حقيقته في يوم من الايام، عشان كده قتلها قبل ما تنتقم لابوها. بتبقى معادله غريبه جدا. ادهم الديناري ينصب على صفوت ويدخله السجن، وصفوت يقتل ادهم الديناري، وبعد كده يتجوز بنته وما يعرفش ان دي بنت ادهم الديناري. دي مش ممكن، دي حدوته ولد خيال. والله يا فندم الدنيا فيها العجائب. الو، ايوه عباس، ازاي؟ ايه مش معقول. لا لا لا، انا اللي جايلك حالا مسافه السكه. البس بسرعه وحصلنا على الاوضه. ليه يا فندم في ايه؟ هقول لك كل حاجه في السكه بس بسرعه. صباح خير. انا جيت حسب الميعاد، ان شاء الله يكون في اخبار. الحقيقه يا استاذ صفوت انا مش عارف اقول لك ايه. خير يا فندم. استاذ صفوت انت راجل مؤمن، الباقي في حياتك. مش ممكن. منى هحاول اطلع اتفاهم معاه، محدش منكم يعمل اي حاجه، ولو حسيتوا باي مقاومه تهجموا على طول. حاضر. اتفضلوا انتوا الدور. ان شاء الله. ابدا، كنت زهقان شويه قلت اني اتمشى. ومال ممكن نتمشى سوا؟ تحت امرك. اتفضل اتفضل. على فكره في مشوار صغير كده يا ريت نروح سوا. فين يا فندم؟ في حاجه مهمه عايزك تعرفها. ما بقاش في حاجه مهمه يا فندم في حياتي. مراتي كانت الشيء المهم الوحيد في حياتي، مراتي ماتت خلاص. طب وليه الياس ده يا صبر؟ مش جايز تكون عايشه؟ لكن حضرتك قلت لي انها ماتت. تعالى معايا وهناك هتعرف كل حاجه. اتفضل اتفضل. الله
مفيش داعي للمقاومة. Thank you.